رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد 2019-2020. الوزير الأول يزور قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والصناعة التقليدية ويحث على تقريب وتسهيل الخدمات من المواطنين. وزير التشغيل والشباب والرياضة يشرف على انطلاق مشروع السماح للوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى المسائيه من التلفزه الموريتانيه. تسلم رئيس الجمهوريه السيد محمد الشيخ الغزواني صباح اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط التقرير السنوي للجنه الوطنيه لحقوق الانسان حول وضعيه حقوق الانسان في بلاد سنه 2019-2020. جاء ذلك خلال استقبال خاص به رئيس الجمهوريه رئيس اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان السيد احمد سالم البحبيني. وبعد اللقاء أدلى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتصريح التالي: حظيت باستقبال من طرف رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية، حيث سلمت تقرير عن وضعية حقوق الإنسان، تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن وضعية حقوق الإنسان 2019-2020. ومنهجية هذا التقرير كانت تثمين ما حصل من تقدم في مجال حقوق الإنسان، ولكن في نفس الوقت الإشارة إلى التحديات والنواقص والثغرات، وفي الأخير تقديم التوصيات للحكومة كجهة مستقلة مستشارة للحكومة في ميدان حقوق الإنسان. سجلنا بارتياح موقف رئيس الجمهورية من عمل اللجنة، وحث على أن تلعب دورها كهيئة مستقلة لدولة القانون. ونعتبر أن هذا النهج هو النهج الصحيح، وهو اللي يمكن اللجنة من تلعب الدور المنوط بها كمستشار للحكومة، ولكن في جو من الأريحية والموضوعية والاستقلالية، يجعلها في منتصف الطريق بين الحكومة والمجتمع المدني من ناحية، وبين المجتمع الدولي والحكومة من ناحية أخرى، وفقا لترتيبات القانون المنظم لها. شكرا. أدى الوزير الأول السيد محمد البلال صباح اليوم زيارة تفقد واطلاع لكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال ووزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان. تهدف هذه الزيارة إلى الوقوف ميدانيا على مدى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بخصوص تقريب الإدارة من المواطن. الوصول إلى الهدف المنشود من رسم وتنفيذ السياسات العامة يتطلب متابعة مع المسؤولين وتقييما في الميدان للخطوات التي قطعتها الحكومة على بساط الأمل ضمن مساعيها الهادفة إلى تجسيد مبدأ تقريب الخدمة من المواطنين. هذا ما أكده الوزير الأول السيد محمد البلال خلال الاجتماع الذي خص به طواقم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتقنيات الإعلام والاتصال، وهو اللقاء الذي يدخل ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي بدأها الوزير الأول قبل فترة مع القطاعات الحكومية التي مكنته من الاطلاع عن قرب على واقع هذه المؤسسات والتحديات التي تواجه الموظف في عمله والمواطن في أروقة الإدارة. طبعا كان حمل رسالة أولا توجيهات عامة على ضرورة الالتزام بالعمل والالتزام بالتوقيت والالتزام ب روح المسؤولية وروح احترام الموارد العمومية واحترام القانون، وبعد روح جديدة في الإدارة في مصلحة الشعب والإدارة في مصلحة المواطن والتعامل معه. وإحنا في ذا القطاع كنا فرحين بذا الخطاب لأنه يتماشى مع سياستنا وضرورة الصرامة في تطبيق القرارات والمعايير والشفافية في أمورنا كاملة. وطبعا تحديات التنويع التعليم عالي وتحديات وتطور جوته
قضية ما هو عود حد مدى عنده معاهد والله جامعات تعود الخريجين هم على المستوى. اعتماد المعايير الدولية واعتماد الكفاءات واعتماد هي اليوم للرقابة والاحترام البرامج واحترام المعايير الدولية للوصول لأحسن جودة بكلفة أقل، هذا من مهام القطاع. وطرقوا الطاقم من المستشارين مكلفين مهمة على ردودهم أيضا وعلى التحديات اللي يعيش القطاع، طبعا على نجاحاته لأن خلف فيه نجاحات ولكن عندهم اللي معوقات وتكلموا عليها. وفي لقاء مماثل خاص به الوزير الأول السيد محمد البلال طواقم وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، جدد الوزير الأول تعليماته بالعمل معا على ضبط مواقيت الدوام وعلى أن تكون خدمة المواطنين أولوية ضمن البرامج التي تنفذها الدولة، خاصة منها ما يتعلق بخدمات الإعلام السمعي والبصري وولوج الجميع إليها، مع التأكيد على أهمية هذا القطاع ودوره الريادي في تثقيف المواطن وتوعيته حتى يطلع بدوره كاملا في دفع عجلة التنمية إلى بر الأمان. لقاء معالي الوزير الأول اليوم بوزارة الثقافة بدأ بتوجيهات عامة قيمة قدمها معالي الوزير الأول لموظفين الوزارة ومن خلالهم لبقية عمال الوزارة، وتمثلوا أساسا في توجيهات عامة تعني أهمية تنفيذ برامج رئيس الجمهورية لتعني القطاع والتسريع بينهم والقرب من المواطنين وتسهيل ولوجهم للخدمات والمصالح اللي تعني الوزارة والانضباط في أوقات الدوام، واستمع لأهم النقاط اللي حقتهم الوزارة في الفترة المنصرمة اللي مضت على انتخاب رئيس الجمهورية لليوم، وتكلموا مثل ما شفتوا بعض موظفين القطاع مثل مختلف الأقسام اللي فيه وطرحوا وجهة نظرهم حول سير القطاع والعوائق اللي موجودة وإمكانية تذليلها، ورجع معالي الوزير الأول على ضوء المداخلات جاوب على القضايا المطروحة وأكد من جديد التوجيهات العامة و حرص رئيس الجمهورية على تنفيذها وعلى السرعة في تنفيذ البرامج والتغلب على بعض التأخيرات اللي اعتبر الوزير الأول أنها أساسا ناتجة عن دور بعض الموظفين في تحقيق اللي كان قد يحقق في هاي الفترة، وعبر عن رضاه وعن اللي أعدل وطلب تسريع بقية المهام اللي مطروحة. الزيارة بمحطتيها الأولى والثانية وإن كانت قد ركزت على محوري التعليم العالي والبحث العلمي من جهة وعلى استعراض جديد برامج المنفذة في مجال الثقافة والصناعة التقليدية من جهة أخرى، فإنها أيضا تؤكد أهمية اللقاءات المستمرة خدمة للوطن والمواطنين. في الشأن البرلماني صدقت الجمعية الوطنية اليوم في جلسة علنية على مشروعي قانون يتعلق الأول منهما باتفاقية قرض مخصصة لتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19 والثاني باتفاق تمويل مخصص لمشروع الكابل البحري في إطار برنامج التصدي لكوفيد-19 في بلادنا. مثل الحكومة في هذه الجلسة التي جرت برئاسة رئيس الجمعية الوطنية وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية. الجمعية الوطنية تصادق خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة السيد شيخ والباي رئيس الجمعية على مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاقية قرض مخصصة لتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19 الموقع بين بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية، ويتعلق مشروع القانون الثاني باتفاق تمويل مخصص لمشروع الكابل البحري في إطار برنامج التصدي لكوفيد-19 في موريتانيا الموقع بين بلادنا والبنك الأوروبي للاستثمار. وفي مداخلات ما أشاد النواب بأهمية المشروعين نظرا لأنهما يتيحان الحصول على قرضين للاستثمار في مجالات حيوية،
مؤكدين ضرورة تنفيذ المشاريع التي ستوجه لها هذه القروض وفق الضوابط الفنية والعلمية مع تسيير شفاف ومحكم بغية تحقيق الأهداف المتوخاة، مما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية في البلد بشكل عام وعلى وضعية الفئات المستهدفة بشكل خاص. وفي معرض رده على مداخلات النواب، قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامادوكان أن الحكومة اعتمدت خطة فاعلة متعددة القطاعات من أجل التخفيف من الأثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة، موضحا أن الاتفاقية المتعلقة بتمويل مشروع دعم الخطة الوطنية لتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19 تندرج في هذا الإطار من خلال ما تتيحه من تعزيز للجهود المبذولة في سبيل ضمان حصول الأسر الفقيرة على الغذاء وبشكل مجاني، فضلا عن دعمها لقطاعي الزراعة والبيطرة. ونبه الوزير إلى أن هذا المشروع يتضمن عدة مكونات، من ضمنها تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي عبر توزيعات غذائية مجانية. وفيما يتعلق بالاتفاقية الثانية، فقد أوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أن البرنامج الموسع لرئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني يتضمن محورا فرعيا متعلقا بالبنى التحتية الرقمية، وذلك من أجل تعزيز شبكة الألياف البصرية والتسريع من رقمنة الإدارة وولوج السكان إلى خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير ربط دولي بالإنترنت بديل بين موريتانيا وبقية العالم عبر كابل بحري جديد يعتمد أحدث التقنيات بقدرة فائقة على نقل البيانات ومواجهة الطلب المتزايد على الولوج لخدمات الإنترنت. إلى ولاية طرابزة، حيث انطلقت صباح اليوم بمدينة طرابزة أعمال ورشة تكوينية لصالح 50 مشاركا من الفاعلين في مجال شعبة البذور منظمة من طرف وزارة التنمية الريفية. الورشة ستمكن المشاركين فيها من تطوير مهاراتهم في مجال تحسين وتكثير البذور. داخل قاعة الاجتماعات بالمعهد العالي التكنولوجي بروسو، انطلقت فعاليات ورشة تكوينية منظمة من طرف وزارة التنمية الريفية لصالح 50 مشاركا من الفاعلين في مجال شعبة البذور من القطاعين العام والخاص. وزير التنمية الريفية السيد الدول الزين أوضح في كلمته أن هذه الورشة تدخل في إطار سلسلة من النشاطات الهادفة إلى ترقية وتنظيم هذا القطاع. إن هذا الملتقى التكويني لمسؤولي مؤسسات إنتاج وتسويق البذور محسنة ذات الجودة ومسؤولي المنظمات المهنية المؤطرة لها وفني قطاع التنمية الريفية العاملين في ميدان البذور يهدف إلى مواكبة ديناميكية جديدة التي يسهر القطاع التنمية الريفية على تنفيذها تسجيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني الهادفة إلى الاستقلال الأمثل لمقدراتنا الوطنية. ولا يخفى على أحد أهمية البذور في منظومتنا الإنتاجية، حيث تعتبر من أهم المدخلات الزراعية وأكثرها تأثيراً في زيادة المردودية وجودة الإنتاج. وأدعو هنا منتجي البذور ومكثري ومؤسسات إنتاج وتسويق البذور ومن فنيين بالسعي إلى تحسين إنتاج البذور والرفع من قدرته التنافسية واستقلال هذه البنى التحتية الخاصة بالبذور للرفع من تحديات وإنتاج بذور ذات جودة عالية. كما أدعو المستهلكين للبذور المنتجين للتوجه إلى اقتناء هذه البذور التي ستنتج على مستوى الوطني لأول مرة. نختار هون نقول نوقف لأن لا يتعقب إن شاء الله ملزمة شراءها لاستفادة من كل دعم للدول. عمدة روسو ثمن هذه الورشة مؤكدا أنها ستمكن من رفع قدرات مؤسسات إنتاج البذور، مطالبا بزيادة المساحات المستصلحة من أجل خلق فرص عمل جديدة. مشكلة البذور تعد من أم مشكلات الزراعة، وعلاجها خطوة في الاتجاه الصحيح، وهذه الورشة ستزيد قدرات مؤسسات إنتاج البذور وهذا مهم هو الآخر. رئيس المهنية للبذور تحدث عن الدور البارز للبذور باعتبارها العمود الفقري لأي زراعة يراد لها أن تكون ذات قيمة ومردودية. إن الجهود الكبيرة الذي بذلتم من أجل توفير اللبنة الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتي يحتم علينا معا التفكير في ضرورة إيجاد آلية لتأمين هذا المنتوج عن طريق شرائه، الشيء الذي يستوجب توفير خط تمويل بغلاف مالي كافي لشرائه من المنتجين.
الورشة تدوم يومين وقد جرى افتتاحها بحضور الوالي المساعد إضافة إلى عدد من أطر وزارة التنمية الريفية. عبد الله وليسلم، الموريتانية، مدينة روسو. اشرف وزير التشغيل والشباب والرياضة رفقة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل اليوم في نواكشوط على افتتاح ورشة حول الانطلاقة الرسمية لمشروع السماح للوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات. تنظم هذه الورشة من قبل وزارة التشغيل والشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت الشعار معا من أجل التعايش والسماح. مشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات ينطلق في مرحلة جديدة التي تحمل اسم السماح. المشروع الذي يشكل ثمرة للشراكة بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي بتمويل من صندوق التنمية الأوروبي 11، تشرف على تنفيذه وزارة التشغيل والشباب والرياضة. مشروع السماح بالحقيقة يدخل في صميم أولويات 15 جمهورية. حالاً أجبرنا تعليمات واضحة مع الوزير الأول محمد بلال لأن نشرع أقرب وقت ممكن بناء منشآت عن قرب، ولذلك نقول لكم إن شاء الله في خلال الأسابيع المقبلة دوت تشوف بإذن الله في السبخة لهن بنوفم فضاء شباب حديث فيهم نجيلات فيهم باسكتبول فيهم الفوتبول فيهم يسم الأمور ولا تعد الملف الرياض والقوارب روسو لهن بنو ملعب رمضان بطريقة عجلانة كيف اللي عدلنا في الوادي عدلنا فم أكبر ملعب اليوم بناته الهندسة العسكرية في 5 أشهر وله عدلوا ملعب لكسر مل وفي الداخل نفس الشيء. معناها الشباب اللي يجبر بليدة لا يعدل فيها الترفيه وبليدة لا يعدل فيها ممارسة الرياضة ويجبر المشارع المدراء للدخل، هذا هو اللي يحد من الانحراف وهذا هو اللي يحد من المشاكل والغلو مع أشبه ذلك. السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا السيد جياكومو دورازو ذمن ما قامت به منسقية المشروع من جهد مكن وفق تعبيره من نجاح المرحلة الأولى منه، مضيفا في هذا الصدد أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للتعاون مع موريتانيا ذي تنمية وترقية العمل الشبابي ومساعدة هذه البيئة وحمايتها من الغلو والتطرف وكل المسلكيات السلبية. ويستفيد من مشروع السماح الممتد إلى غاية العام 2023 80,000 شاب من بينهم 32,000 فتاة. هذه خطة العمل، خطة عمل منجزت بالتناسق مع المحاور الأساسية لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزوان، خصوصا فيما يتعلق بمحاربة ومكافحة الغلو والتطرف والإقصاء، وأيضا جعل الشباب محورا أساسيا في السياسات التنموية المحلية. مشروع السماح سيعمل خلال الفترة المقبلة على مواكبة ودعم الفاعلين الشباب إضافة إلى تقديم المساعدة لهيئات المجتمع المدني في مجالات الإنعاش الشبابي وتسيير المشاريع والوقاية من التطرف العنيف وتعزيز التنوع الثقافي. أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة اليوم بمقر إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة في نواكشوط الجنوبية على عملية توزيع سلات غذائية لدعم إفطار 500 أسرة من الأوساط الهشة بنواكشوط مقدمة من طرف جمعية العون المباشر الكويتية. تندرج هذه التوزيعات الغذائية ضمن برنامج إفطار الصائم الذي أطلقته الجمعية مع بداية شهر رمضان المبارك. 500 أسرة تعيش في الأوساط الهشة من المجتمع تستفيد من عملية توزيع مواد غذائية مقدمة من طرف منظمة العون المباشر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. في شهر الخير والإنفاق، شهر رمضان المعظم، يكشف المسلمون عن معاني المؤازرة والمواساة لإخوانهم المحتاجين، ولا شك أن هذه اللفتة الكريمة من أشقائنا الخيرين في الكويت الشقيقة لفتة المقدرة عودونا عليها في هذه المناسبات، نرجو الله تعالى أن يكتبها في ميزان حسناتهم، وهي فرصة لدعوة الخيرين حتى يتباروا في تقديم المزيد. تعمل جمعية العون المباشر الكويتية في بلادنا في مجال العمل الإنساني وكفالة الأيتام وبناء المدارس ودعم المشاريع التنموية المدرة للدخل للفئات المحتاجة. شرفنا اليوم وبحمد من الله وتوفيقه أن نقف أمامكم ونقدم من خلالكم خدمة بسيطة في هذا الشهر المبارك،
وهي تقديم عدد من السلات الغذائية مقدمة من طرف جمعية العون المباشر إلى أشقائها في موريتانيا ضمن برنامج إفطار الصائم الذي انطلق مع بداية الشهر الفضيل. وقد تم والحمد لله تقديم ما يزيد عن 8,000 سلة غذائية على عموم المستفيدين من جمعية العون المباشر. هذه العملية تعكس مستوى تكاتف الجهود والتعاون بين السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لمؤازرة الفئات الأكثر احتياجا من المجتمع خلال هذا الشهر المبارك. علق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ووزير التنمية الريفية ووزير التشغيل والشباب والرياضة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. ملخص لأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي يتناوله التقرير التالي. من بين مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء وجرى استعراضه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، بيان يتعلق بمنظومة متابعة أداء المشاريع والبرامج التنموية. وخلال استعراضه لمضامين البيان بين وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان محمود كان أن البيان يهدف للتحسين من أداء المشاريع والبرامج التنموية التي ضخت فيها الدولة مبالغ هامة وصلت إلى ما يناهز 1200 مليار رقية موزعة على أكثر من 120 مشروعا. وأكد الوزير أن التأخر الملاحظ بتنفيذ هذه المشاريع يعود بنتيجة سلبية على ميزانية الدولة وعلى صورتها بالخارج من خلال قدرتها على استقطاب الممولين، مضيفا أن الحكومة ماضية في تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع وجعلها أكثر مردودية على المواطنين. ومن جانبه استعرض وزير التنمية الريفية أهداف ومرامي مشروع القانون القاضي بإنشاء المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي. تم إنشاء هذه المؤسسة اللي يندمج فيها المعهد التعارف والإنجاب والمردل اللي يدخل إن شاء الله فيه. هذا يدل على شيء، يدل على عزم السلطات العليا على ممارسة تنفيذ التزاماته وتسجيل التعليمات صدر عن مجلس الوزراء اللي سابق للسابق الاخر اللي كان الوتيره تعجل. الحمد لله في اسبوعين تم انشاء المؤسسات ودوري تم تعيين مسؤولينهم عن قريب. قال كثير ما ينأكد للمواطنين بصفه عامه انهم اللي عدل في المؤسسات يندمج من اطار خطه 2020-2025 للاقلاع بقطاع التنميه الريفيه تم اعدادها تسجيلا لبرنامج فخامه رئيس الجمهوريه. وبخصوص البيان المتعلق بمساهمة القطاعات الإنتاجية في مشاريع التشغيل، نبه وزير التشغيل والشباب والرياضة إلى الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاعات الزراعة والبيطرة والصيد البحري. معظم المشاريع إن شاء الله اللي له المولو ستكون موجهة إلى هذه القطاعات الإنتاجية، منها قطاع منها التنمية الريفية بالشقيه معناها الزراعة والبيطرة، وهناك ايضا قطاع قالوا الصيد البحري، صيد القاري مثلا. صيد القاري الوزير اليوم اصبح في مجلس الوزراء قالنا يقد تقريبا هذه السنه يقد يضمن 10,000 فرصه عمل في هذا المجال، معناها ان الفرص خالقه موجوده في هذه القطاعات لا بد من استغلالها. ولذلك السنه ان شاء الله لاهي نوجهوا خاصه الشباب لهذه القطاعات اللي فيهم يوصل من فرص العمل. كما تضمن المؤتمر الصحفي ردود الناطق الرسمي باسم الحكومة على أسئلة الصحفيين. أدى مفوض الأمن الغذائي المساعد اليوم بالعاصمة نواكشوط زيارة ميدانية لثلاثة حوانيت من دكاكين أمل التي تحتضن حاليا عملية التوزيع المجاني للمواد الغذائية. تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع عن قرب على سير العملية وجودة المواد الغذائية الموزعة بشكل مجاني على المواطنين. مقاطعة عرفات كانت المحطة الأولى من زيارة مفوض الأمن الغذائي المساعد لدكاكين أمل التي تحتضن عملية التوزيع المجانية للمواد الغذائية، وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع عن قرب على سير العملية وجودة موادها الغذائية والتي شملت 5 عناصر أساسية كان أبرزها الأرز. اليوم قمنا بزيارة حوانيت أمل اللي فيهم عملية التوزيع المجاني لتفقد هذه العملية، ولاحظنا في هذه العملية
عنها تقدمت 80%، ومن ضمن هاي الزيارة هم اللي ندوروا نلاحظوا نشوفوا نوعية المواد اللي فيها، ولاحظنا على المواد على جيدة، والمواطنين هم اللي بشهادة من المواطنين كاملين قالوا عنهم المواد ما جبر فيهم ماشي جيد وزينة. الزيارة كانت فرصة لتثمين عملية التوزيعات المجانية. رانا داعمينهم وشاكرينهم على اللي عدلونا زين وصالح، ما رشتوا با زين ما شاء الله مصقول، هم اللي ما عنده مشكلة في تشفته زين، شفتوا عند واحدين زين ما شاء الله ما عنده مشكلة. مقاطعة السبخة وتفرق زينة كانت المحطتين الأخيرتين من الزيارة التفقدية، حيث تم الاستماع إلى شروح عن كيفية سير عملية التوزيع المجاني والمراحل التي قطعتها. وتندرج عملية التوزيعات هذه ضمن منظومة متكاملة ومنسقة بين القطاعات الحكومية، ترمي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بمختلف مستوياتهم. احتضن الجامع الكبير بنواكشوط مساء اليوم المحاضرات اليومية ضمن الإحياء الرمضاني الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. تناولت محاضرة اليوم التي ألقاها الأستاذ الفقيه محمد النليحضيه والعبد الودود موضوع غزوة بدر الكبرى الدروس والعبر. في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد ذكريات الجد والجهاد في نفوس المسلمين، ممثلة في تذكر أحداث ومجريات غزوة بدر الكبرى والاستخلاص الدروس والعبر من هذه الواقعة التاريخية. أشار الأستاذ الفقيه محمد النليحضيه والعبد الودود في محاضرته التي ألقاها في الجامع الكبير إلى أن غزوة بدر تعتبر معركة فاصلة في تاريخ الإسلام باعتبارها أول معركة بين الحق والباطل. وكذلك تعلموا من هذا القرآن الذي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزلت قصص الأنبياء فيه في المراحل المكية تباعا، تعلموا من تلك القصص أن هنالك يوما فاصلا سيأخذ الله فيه للمؤمنين بحقهم من هؤلاء الكفار، وسيعلي الله فيه كلمته، وأن علم ذلك اليوم عند الله. ولذلك خاطبهم المولى عز وجل فقال: ولينصرن الله من ينصره. وقال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فكانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم موقنة ممتلئة بهذا النصر، لا يعرفون كيف يأتي ولا متى يأتي ولا في أي شكل يأتي، ولكنهم آمنوا به إجمالا وترقبوه وانتظروه، والقرآن يخاطبه صلى الله عليه وسلم فيقول: فارتقب إنهم مرتقبون. رواد المسجد نوهوا في مداخلاتهم بهذه المحاضرات وأهميتها خاصة خلال شهر رمضان. محاضرة اليوم دي كانت حول البدر الكبرى، كانت محاضرة جيدة لأنها استفدنا منها وعرفنا فيها أن المسلمين انتصروا لها بالاتحاد والقوة. نحن في يوم من الأيام الفارقة في التاريخ الإسلامي، وهو 17 رمضان غزوة بدر الكبرى. نحضر دائما لهذه الحلقات اليومية الرمضانية، استفادوا منها طبعا واستعين بها المرء في قيام هذا الشهر الفضيل. وفي الجانب الصحي تلقى الحاضرون خلال هذه الجلسة الرمضانية نصائح طبية قدمها الدكتور أحمد العالم أخصائي أمراض الفم والأسنان، حيث تطرق بالتفصيل لأنواع أمراض الفم وتأثيرها على صحة الإنسان. أعلنت وزارة الصحة اليوم في إجازها الصحفي اليومي تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 37 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في بلادنا إلى 18,377 إصابة، من بينها 17,669 حالة شفاء و 455 حالة وفاة. كما بينت الإدارة العامة للصحة العمومية بوزارة الصحة مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي مستجدات حالات كوفيد 19 في بلادنا خلال الأسبوع المنصرم. نتابع فيما يلي النقطة الصحفية الأسبوعية للإدارة العامة للصحة العمومية حول الوضعية الوبائية. تم خلال هذا الأسبوع تسجيل 171 من الإصابات الجديدة، من ضمنها 3 مخالطين و 168 من الحالات المجتمعية. تم كذلك تسجيل 92 من حالات الشفاء،
فيما للأسف تم تسجيل حالة وفاة، نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفي. بالنسبة لتوزيع الإصابات الجديدة حسب الولايات، تم تسجيل 6 إصابات في الحوض الشرقي، 1 في الحوض الغربي، 0 في العصابة، 0 في غورغول، 0 في البراكنة، 4 في ترارزة، 0 على مستوى ولاية أدرار، 84 إصابة جديدة تم تسجيلها على مستوى ولاية قيديماغا، 23 في داخلة واديبو، 0 في تقانت، 1 في تير زمور، 0 في إنشيري، 12 إصابة في نواكشوط الشمالية، 24 في نواكشوط الغربية، و16 على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية. تبلغ الحالات النشطة اليوم 259، من ضمنها 234 بدون أعراض، 19 بأعراض خفيفة، و6 حالات حرجة، نسأل الله لهم الشفاء. بالنسبة للإجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الوباء بلغ 18346، من ضمنها 9099 من المخالطين، 9052 من الحالات المجتمعية، و195 من الحالات الوافدة. تم كذلك تسجيل إجمالي 17632 من حالات الشفاء، فيما للأسف بلغ مجموع الوفيات 455. تم خلال هذا الأسبوع إجراء 7283 فحص، من ضمنها 96 من فحوص المتابعة، و 7187 من فحوص التشخيص، موزع على 5318 من الفحوص السريعة TDR، و 1869 من فحوص الحمض النووي PCR. بالنسبة لتوزيع الفحوص حسب الولايات، تم إجراء 2801 على مستوى نواكشوط الغربية، 941 في الحوض الشرقي، 760 في داخلة مواذيبو، 638 في إنشيري، 559 في قديماقة، 442 على مستوى ولاية ترارزة، 427 في الحوض الغربي، 211 في العصابة، 153 على مستوى ولاية البراكنة، 123 في نواكشوط الشمالية، 85 في غورغول، 72 في نواكشوط الجنوبية، 40 على مستوى ولاية أدرار، 24 على مستوى تير الزمور، و7 فحوص فقط تم إجراؤها على مستوى تقانت. إجمالي الفحوص المجرات بلغ 280366، من ضمنها 28779 من فحوص المتابعة، و251587 من فحوص التشخيص، موزع على 174677 من الفحوص السريعة TDR، 76910 من فحوص الحمض النووي PCR. بالنسبة لحالة التلقيح، بلغ إجمالي حالات التلقيح المسجلة بالنسبة للجرعة الأولى 10666، فيما بلغ مجموع الأشخاص الذين استفادوا من جرعتين 2084. الحمد لله لم تسجل أعراض جانبية خطرة، صفر أعراض جانبية خطيرة منذ بداية عملية التلقيح. كذلك بلغت الحالات الخفيفة من الأعراض الجانبية 20 حالة من هذه 10666. أطلقت السلطات المحلية بولاية قيديماغا ليلة البارحة من سوق سيلي بابي حملة تعقيم بالتعاون مع الهلال الأحمر الموريتاني، وتهدف هذه الحملة التي أشرف على انطلاقتها والي الولاية إلى تعقيم المساجد والأسواق والمنشآت العمومية بالمدينة على أن تشمل لاحقا باقي مقاطعات الولاية. حملة التعقيم الليلية التي استهدفت سوق سيلي بابي المركزي والتي نفذها عشرات الشباب من متطوعي الهلال الأحمر الموريتاني تأتي في إطار الجهود المبذولة من الإدارة المحلية في مواجهة الجائحة، خاصة بعدما شهدت ولاية قيديماغا مؤخرا من تصاعد في أعداد الإصابات بالفيروس المستجد. ظل تزايد حالات الإصابة بكوفيد 19 قمنا للوهلة الأولى طبعا بالتنسيق مع المصالح الصحية بمجموعة من الإجراءات من أجل الحد من وقف هذه الزيادة اللي ملاحظة. والليلة أيضا هون قمنا على مستوى سوق سيدي بابي، وإن شاء الله لا يعود على جميع المساجد والمدارس والمنشآت أيضا العمومية، لأن قمنا إن شاء الله بحملة تعقيم واسعة إن شاء الله، هذا على لا يعود على مستوى الولاية كامل، ما هو لا يقتصر على مدينة سيدي بابي. هذا الهدف منه هو طبعا توقيف هذه الزيادة الملاحظة في انتشار هذا الوباء. من هون أيضا طالب المواطنين كاملين خاصة سكان الولاية بالتقيد بذلك الإجراءات اللي معروفة لدى الجميع، وهي وحدها إن شاء الله تعالى لا تضمن لنا
المحافظة على السلامة وتوقيف هذا زيادة هذا الوباء. الفرق الميدانية المجهزة بمواد وآليات التعقيم والتطهير باشرت عملية رش واجهات المحلات التجارية وأروقة وأزقة هذه السوق إلى أوقات متأخرة من الليل. اللي هاي الجائحة اللي جات بشكل ما يتوقع عدل دعوة للجميع الفرقاء اللي عدلوا الأمور اللي تخدم المواطن ودائرة رسوم الهلال الأحمر الموريتاني، لأن اليوم قمنا الليلة بتعقيم الأسواق. جيت هون الليلة مشاركة في هذه العملية التعقيم، وظاهر لي علينا أن احنا نساياتنا كاملين قاعد ما تبقى منا واحدة ما شاركت في هذا عمل تطوع. بعد تعقيم سوق سيلي باب المركزية ينتظر أن تتواصل حملة التعقيم هذه لتشمل العملية لاحقا المساجد والمباني الإدارية وكذا مباني بلدية سيلي بابي. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة سيلي بابي. نشكر الزميلة عائشة متعالي التي رافقتنا فيما مضى من هذه النشرة بلغة الإشارة، وننتقل الآن مشاهدينا إلى شبكة مراسلنا في الداخل، حيث ينضم إلينا من مدينة سيدي بابي مراسلنا عبد الله الصوفي ومحمد العمار بلول من مدينة النعمة. نبدأ معك عبد الله الصوفي. عبد الله، كيف جرت حملة التعقيم التي كنا نشاهدها قبل قليل، تعقيم المساجد والمنشآت بمدينة سيدي بابي، وهل ستستمر هذه الحملة لتشمل باقي مقاطعات الولاية الأخرى؟ تحية طيبة لكما وصوما مقبولا لكما ولكل مشاهدي قناة الموريتانية. هذه الحملة التي تأتي على ضوء الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات على مستوى الولاية، يعني مهد لها بمجموعة سلسلة اجتماعات تحسيسية شاركت فيها مختلف الفعاليات من إدارات وجهات أمنية وحتى من مجتمع بلدي ومنتخبين محليين. الفعاليات الشبابية كانت حاضرة من خلال الهلال الأحمر الموريتاني الذي كان الذراع الميدانية لجهود التحسيس ولحملات التعقيم التي كانت شاهدنا البارحة نموذجا منها على مستوى الأسواق، و تواصلت حملة التعقيم الميدانية لتشمل اليوم المساجد وستتواصل لتشمل المباني الإدارية وكذا المدارس باعتبارها نقاطا للتجمع. وطبعا حسب البرنامج الذي تتبعه السلطات المحلية على مستوى الولاية ستتوسع هذه الحملة لتشمل لاحقا باقي مقاطعات الولاية منتهجة نفس النهج متبعة نفس الخطة، الجوامع والمساجد وكذا الأسواق والمدارس والمباني الإدارية. هذه الحملة التعقيمية الميدانية توازيها حملة تحسيسية، حيث اجتمع والي الولاية اليوم بأئمة المساجد باعتبارهم قادة رأي وطلب منهم المشاركة في هذه الحملة التحسيسية ضد الكوفيد 19 من خلال منابرهم خطب الجمعة، خاصة وأننا نستقبل يوم الجمعة غدا إن شاء الله، وحتى من خلال إرشاداتهم للصيام من خلال الدروس في إطار الإحياء الرمضاني. وكذا كانت الجهات الصحية حاضرة بمجهودها الصحي ومواكبة لحملات التحسيس من خلال تعبئة الناس وتبيين الخطوات الصحية التي تمكن من تجنب الفيروس المستجد الذي ما زال العلاج الوحيد له هو الوقاية منه. نعم عبد الله الصوفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينة سيدي بابي، شكرا جزيلا لك. وإلى مدينة كيفا التي تشهد تهاونا ملحوظا بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بعد تراجع في الإصابات وانطلاق عملية التلقيح ضد الفيروس. كاميرا الموريتانية تجولت وسط مدينة كيفا ورصدت مدى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية. مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والدخول في مرحلة التلقيح ضد الفيروس، بدت معالم الاستهتار والتهاون بالإجراءات الاحترازية تظهر بين سكان مدينة كيفا وسط الحديث عن احتمال موجة ثالثة. بداية جاي الجائحة الناس كانت متسبة وكانت قبل الإجراءات كاملة وماشي بهم،
وفقا للي مشيت به الوزاره. يقر بدا كامل بدا يتلاشى، ما تلاوحلين فيه ولا تاوقع قابلين اجراءات. كانت المرسى مقفوله وانفتحت لهم، عاد الاكل يتاقم مع الثاني عيد وبطف عيد، وبعض قاع منهم يقولون لانه ما هو خالي. ما تتصقيد يا بالصابون، لا تدي الكمامات، ولا تعاقب ذاك تباعد جسدي، ما تخارج في المسيد ولا في الاسواق. مشاهد تؤكد غياب الحيطه والحذر من هذه الجائحه، وتتطلب مضاعفه الجهود واحترام كل التعليمات التي تصدرها السلطات المختصه في هذا المجال. الموسم الاخير ما الناس قاع ما تلات عنده به اهتمام، ما تولي هي اهتمام، ومن ضمنهم انا كنت موفر الكمامات ونعدلهم ولا قدرتهم قاع نهائيا. الناس يارثة تتملى الاجراءات دائما، اجراءات حذر بالنسبه للمرض فتاك. قالت الناس اللي تم حاضر الزمن كامل، الصابون والمعقم، اجراءات الاحترازيه كامله يارثة تلتزم بها كذلك. شكرا. وضعية تستدعي من الجميع المساهمة في إعادة الزخم لحملات التحسيس بأهمية التقيد بالتدابير الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس القاتل. محمد المصطفى، أبو قناة الموريتانية، مدينة كيف. للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع نستضيف لكم سيد العالم محمد أحمد، مسؤول الصحة القاعدية بمقاطعة كيف. مرحبا بكم ضيفنا الكريم. هل لاحظتم تهاونا من لدن السكان بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19؟ وما هي الأسباب برأيكم؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم. والله في تهاون كبير ملاحظ في المواطنين. لاحظون الأسواق والأماكن العمومية فيهم تهاون كبير. الناس ما تات متخذ الإجراءات الاحترازية. اللي قالوا التباعد الجسدي، ما تله مراعي، ولا تله مراعي التطهير والتعقيم، ما تله مراعي. معناها ان المواطنين يلا يرجعوا للاجراءات الاحترازيه. المرض ما زال موجود عندنا، مثال سيلي بابي، يحفظنا يحفظكم ان شاء الله. يلا حد يلتزم بالاجراءات الوقائيه، كي التباعد الجسدي وكيف الكمامات. والله اللثام تم حد يدير اللثام، وحد قاع ما داعي هي ياخذ لمنزله، يلا لا يحافظ بالبقاء في المنزل. وإلا فات لين عاد لابد من ياخذ الحاجه، يلا يلتزم بالاجراءات الوقائيه اللي هي التباعد الجسدي والتزام الكمامه والله اللثام والمعقم. نعم، السلطات العموميه والصحيه خصوصا لم تبذل جهدا يعني في عمليات التحسيس، حتى انها في بعض الاحيان لجأت الى القوه لتفريق بعض المناسبات، لكن يعني المواطن الى حد الان لم يلتزم او لم يتبع الاجراءات المطلوبه منه. ما هو الحل في وجهه نظركم؟ سليم، المواطن الحكومه ما هي باخله شيء، والسلطات الصحيه ما هي باخله شيء. يقال المواطن قد تعود جهلا منه خطورة المرض، في كيف يقولوا ما تلا خالق، المرض موجود ويلا حد لا يعس على راسه منه، المرض قاتل. ونتيجة أن الناس ما فات استفادت من اللقاحات كاملة، يلا الناس لا تم متكايسة، ويلا لا نحثوا يعني الناس كاملة يلا لا تستجاب للسلطات الصحية العمومية في أخبار ذا اللي قالوا الاحتراز. نتيجة المرض موجود وتقدر تجي منه موجه اخرى تعود اخطر من الموجات السابقه. معناها يعني يلا الناس لا تلتزم بالوقايه، لان الوقايه خير من العلاج. اذا في هذه الحاله ما هي الاجراءات المتخذه لمواصله التوعيه والتحسيس بضروره الالتزام بالاجراءات الاحترازيه خاصه بعد عمليه اخذ اللقاح؟ يلا نتحاموا كاملين على اللي قالوا الاحتراز التحسيس، يلا نكثفوا التحسيس بالنسبه للسلطات الصحيه والعموميه والمنظمات الغير حكوميه. يلا تتكثف اللي قالوا التحسيس وتبذل مجهود، خاصه نتيجه الناس ما فات استفادت من اللقاح، الناس بادئين يقبضوا اللقاح ولا فات استفادت الناس كامله منه. بالنسبه للولايه هون بادئ فيها الناس تقبض الجرعه الاولى، الجرعه الاولى يعني، والنسبه اللي استفادت من اللقاح ما هي كبيره. يلا الناس لا تلتزم باللي قالوا التحسيس
قالوا تحسيس تلتزم بالكمامات ونظافه تعقيم اليدين والله نظافتهم بشكل دائم والتخفيف من اللي قالوا تجمعات كيف المهرجانات وكيف الاسواق وكيف احد ما لابد له من ياخذ الحاجه ضروريه يلتزم المنزل ولا عد لابد له من ياخذ يلتزم بالوقايه التباعد الجسدي مثلا اللي نعود قايس الطب يدخل الطابور يلا عود محافظ على اللي قالوا التباعد الجسدي ويا الله ما يكثر مس الاشياء الاسطح مثلا ما يكثر لهم المس ويا الله يلتزم بالثام. نعم السيد الى فاتلين استفادت الناس من اللقاحات كامله يعود ذاك يعود يخفف عليهم. السيد العالم محمد احمد مسؤول الصحه القاعديه بمقاطعه كيف شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا. أشرف حاكم مقاطعة كرمسان صباح اليوم على توزيع كميات من المواد الغذائية مقدمة من قبل نائب المقاطعة، وتهدف هذه العملية إلى مؤازرة المواطنين في كرمسان والبلديات التابعة لها خلال الشهر الكريم. توزيعات غذائية مجانية تشهدها مقاطعة كرمسان ضمن عملية منظمة من طرف نائب المقاطعة السيد ويتات السيدي عرف. تستهدف هذه التوزيعات المواطنين الأقل دخلا في المقاطعة وجميع بلدياتها سعيا إلى مساندتهم والوقوف معهم في أيام الشهر الفضيل. نقول أن هذه المبادرة عنها ستكون إن شاء الله دعم لمجهودات الحكومة في إطار برنامج تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وذيك تعهدات اللي مجسدة برامج متعددة مختلفة تشرف عليها الحكومة. وتشتمل هذه العملية على 300 طن ما بين السمك وبعض المواد الغذائية الأخرى التي يحتاجها المواطن في رمضان. عملية إفطار كبرى بدءا من نواذيبو وهذه هي مرحلتها الأخيرة لهي تعود بلد مقاطعة كرمسان بلدياتها ثلاثة ومقاطعة روسو وكانت اللاصلن تعدل وهذه السنة الكمية ازدادت ولله الحمد. باسم السكان شاكر النائب عزيز كما عودنا على اللفت الكريم جاء في الوقت المناسب في الشهر شهر رمضان المبارك. الفئات المستهدفة بهذه التوزيعات شكرت هذا النوع من المبادرات الهادفة إلى مساندة المواطنين ومد يد العون لهم في مختلف ظروف. أراني جبرت سكر وجبرت الورق الجولارية وجبرت الحوت وجبرت مارو والقمح وجزا الله خيرا. كل عام عودنا على أن هذه العملية تعدل وتعدل بشكل ضافي يشمل الناس كاملة وتستفاد من الناس كاملة. وتأتي هذه المبادرة مواكبة للمجهودات الحكومية الرامية إلى مساعدة المواطنين طيلة الشهر الكريم والتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا. عبد الودود السدنة الموريتانية مقاطعة كرمسين. نعود إلى ولاية العصابة حيث احتضن المسجد السعودي بمدينة كيفا محاضرة بعنوان فضل الدعاء للخالق عز وجل في شهر رمضان خاصة. المحاضرة التي تمت بإشراف من المندوبية الجهوية لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أكد الحاضرون لها أهمية هذه الدروس الدينية في معرفة الأحكام والفرائض والاستفادة من الدروس الرمضانية. على أعتاب العشر الأواخر من الشهر الفضيل ويصبح الإكثار من الدعاء للسميع البصير فضيلة لازمة لكل مسلم. تحت هذا العنوان نظمت محاضرة في المسجد السعودي بمدينة كيفا، تطرق خلالها الفقيه المحاضر إلى ثواب التضرع للمجيب الواسع جل جلاله. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء يرفع البلاء، الدعاء يكسب الرزق، الدعاء يكسب الولد، الدعاء يغفر الذنب، الدعاء يفرج الكرب، الدعاء وما أدراك ما الدعاء. المحاضرة لاقت أذانا صاغية عند الحاضرين الذين استفادوا من مضامينها مطالبين بمواصلة هذه الحلقات الدينية ما بعد شهر رمضان. يعني أول المحاضرات نسمعوا استفادوا منهم كثير مفهوم قمتهم لا يسعون قاع خارج رمضان ورمضان استفادوا من الدعاء إذا الله أن يفعلهم عمل قيم الناس اللي تقوم به تقوم بدور زين جيدا استفادوا منه نحن الناس اللي نسمت له دائما المحاضرات اللي زين عاد الحب ونتعلم فيه ناس من أحكام الله أحكام ديننا ونطالب باستمرارهم أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في هؤلاء الشيوخ الذين
يدرسنا في هذا الشهر الكريم. تعكف مندوبية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بولاية العصابة على تنظيم المحاضرات الدينية خلال الشهر الكريم بغية استفادة السكان منها فيما يخدم دينهم وحياتهم اليومية. ودائما في إطار إحياء هذا الشهر الفضيل ألقى إمام الجامع الكبير في مدينة النعمة محاضرة تحت عنوان غزوة بدر الكبرى الدلالات والعبر، وذلك بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى التي تصادف 17 من رمضان المبارك. 17 من رمضان يوم خالد في الذاكرة الإسلامية، ففيه حدثت غزوة بدر الكبرى التي كانت موضوع محاضرة إمام المسجد الجامعي في مدينة النعمة. دلالات وعبر غزوة بدر الكبرى كانت حاضرة نصب أعين هؤلاء الذين استمعوا واستمتعوا بأحداث بدر الكبرى وكأنها بالأمس، ففيها من الوقائع ما يشفي صدور قوم المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى في شأنها وتنويها بها: أبل أمشط رجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ومن أين جاء أبو جهل من الكثيب مع قريش فلف مقاتل ومعهم القينات والدفوف ينحرون الجزور ويشربون الخمر؟ قال: اللهم انصر على الدينين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. قال الله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. تواصلت وقائع إحدى أهم غزوات الإسلام يسردها الإمام على أذان الحاضرين، وقائع مثلت تاريخا إسلاميا مشرقا ظل يلامس نفوس المسلمين الذين تذوقوا طعمه كلما حل 17 من رمضان المبارك، لما فيه من قصص وعبر تصلح لكل زمان ومكان. غزوة بدر الكبرى وهو لا شك أنه حدث عظيم في التاريخ الإسلامي، اللي الحمد لله احنا لنا فخر كبير بان من فضل مولانا دولة مسلمة وامه مسلمة، وهذا اليوم يوم شرف لنا عظيم، ويا الله كاملين نحتفلوا به في هذا الشهر العظيم. يا الله هؤلاء الاجيال الصغار يطبعوا عليهم يعودوا يعرفون هذه السيرة نبيلة جدا ما مصيوب عنها، والشباب ما مصيوب عن يعرف عليها أكثر. وهذا الشهر العظيم شهر رمضان واليوم والسنة يا رب هذا كامل يعود معدل فيه. وكانت غزوة بدر الكبرى الفيصل بين الحق والباطل، وقد بثت في صفوف المستمعين معاني الصبر والتآزر والتمسك بالدين الإسلامي الحنيف على الملة الوسطية السمحة، دروس وعبر مستخلصة من محاضرة غزوة بدر الكبرى، أهمها أن الكثرة لا تغلب القلوب المؤمنة العامرة بحب الله ورسوله. محمد عمر بلول، الموريتانية، من مدينة النعمة. بلول يبقى معنا من النعمة دائما. بلول، ما مستوى إقبال السكان على الدروس الرمضانية في المساجد وما مدى استفادتهم منها؟ مساء سعيدا لك إسماعيل ولجميع مشاهدي الموريتانيا في كل مكان، وصوم مقبولا وكل عام وأنتم بخير. هذه الدروس الرمضانية هي دروس دأبت المساجد في مدينة النعمة، سواء المسجد العتيق أو الجامع الكبير، على يفقه الناس في دينهم. الهدف الرئيسي هو تفقيه الناس في دينهم في موسم رمضان، موسم قطف الثمار، قطف الثمار الحسنات والصيام والقيام. هذه الدروس أيضا تمثل إحياء رمضانيا تحيا به قلوب البشرية في هذه الولاية الكبيرة، وكذلك تحيا به المساجد التي عمرها من يؤمن بالله في هذا الشهر الفضيل. كما أن هذه الدروس أيضا تنظم من أجل تدارس القرآن فيما بين الحاضرين، وكذلك تدارس الفقه والحديث وغيرها يتفق الناس في شؤون دينهم. اليوم الدرس كان درسا عظيما، كان درسا كبيرا، درسا خالدا من دروس الإسلام، وهو غزوة بدر الكبرى التي تحدث عنها إمام الجامع الكبير محمد الأمين للعالم، عن دلالات هذه الغزوة وعن عبرها وعن ما حدث فيها من قصص وعبر بين المسلمين والكفار، حيث كانت هي الفيصلة بين الإسلام والكفر، وحيث أن الله مد المسلمين بجنود من ملائكته، وكذلك
نصرهم على أعدائهم الذين كانوا يتجاوزونهم في العدد والعدة، لكن كان هناك إيمان راسخ من المسلمين بأنهم على حق وأن لديهم هدف سيصلون إليه، وهو ما تحقق عندما نصرهم الله على الكفار في يوم مشهود تتذكره الذاكرة الإسلامية الجمعاء وتستخلص منه عدة عبر وكذلك عدة دروس، في أن هذه الغزوة هي تمثل تاريخا وطرا واستقبلا لا يمكن قابة السنون كما الزمنة والأمكنة تاريخي كان حاضر محمد الجامع. إذن أشكرك محمد عمر بلول، كنت معنا من مدينة النعمة، ونعتذر للسادة المشاهدين عن رداءة الصوت والصورة الناتج عن ضعف في شبكة الإنترنت. نتحول إلى عاصمتنا الاقتصادية، وضمن السمر الرمضاني مفتوح يمارس بعض المواطنين يمارسون بنواذيب هواية رياضة كمال الأجسام من خلال سلسلة رياضات داخل قاعة واحدة يتمرنون فيها على التحمل ورفع الأثقال والسرعة وغيرها. مراسل قناة موريتانيا بن واديب زار إحدى هذه الصالات وتابع جوانب من هذه الرياضات داخلها، وأعد التقرير التالي. تشكل رياضة كمال الأجسام ببلادنا رياضة وافدة ما زالت في بداياتها الأولى من حيث الانتشار بين الناس، إلا أن أهميتها ونوعية ممارستها خلقت لها جمهورا واسعا وبدأت تنتشر شيئا فشيئا حتى أصبح البعض يراها ضرورة من ضرورات الحياة. صال المسكلاسيون زين لكل لاعب، زين لكل حد، كل حد زين عليه انتريني تم يود بي غاردي بيرفورمانس وزين ما شاء الله ونجيون في شغله كل في ياسر ماتريال كنت تشغل على الدور انت صال زين ما شاء الله بقينا نقبضوا منها بنيه صالحه ورقاش قد يقد يعد منها يعد منها انشطه اليوميه تعاونوا وتعطي الثقه في النفس وعندها ياسر من الفوائد. هذه لا تقول عنها ما يصاب عنها في الحياه، هاي لا الحياه صفته، هذه الانسان لا بد له من ساعه يقلعها من راسه يسوى قد خارج يا كانوا قد تم عايش قاع كاد. بعض ممارسي هذه الرياضه طالبوا الشباب بالاقبال عليها. المسكيلاسيون زين عندي جايه جديد يقدر نختار الناس كامله تساهم فيها باللي دخلت وزين عندي حتى والله الرياضه ما شاء الله زينه ما شاء الله نورمال ما كل حد نورمال ما بدا عند الرياضه بس هون مرتين في ياسب الناس ما يعدلوا ترى ورك ما شاء الله جبرنا صال زينه حاجة عندريني فيه تقويم الاجسام هذا زين وفي ياسب اللي فات بين الناس تعاني من شيء قالوا التدخين وقلت المبالاه بالرياضه والعقل السليم في الجسم السليم معناه ان الرياضه لابد منها لابد حد يقلع وقت من وقته يصيبوا الرياضه وبيلو اللي هو وقع بلا صحيه ومرضه دياته. ومع انها رياضه تخطو خطواتها الاولى تقريبا ببلادنا الا انها توفر دخلا معتبرا لاصحاب الصالات. اكيد في رمضان ينزاد دائما الاقبال على الرياضه، الناس تبغي تعدل الرياضه. ما نعرف كانها عاده ولا شي طلبوا الضروره واحدين عاقب الفطور الناس عاقب صلاه التراويح تجي بغد يجوا يبغوا يعدلوا الرياضه بجميع الاجناس. دخل اكيد الناس في شهر رمضان الناس تقبل على الرياضه اكثر، يجوا يابونوا اكثر، يسجلوا اكثر. وبين حدثتها وقوه تاثيرها الايجابي على الجسم يبقى المقتنعون بها يتمرنون، ولسان حالهم يقول القلب السليم في الجسم السليم. لقناة الموريتانية عبد الله الزبير وذيب. تتواصل الدراسة في جامعة المحاورة الشنقيطية الكبرى بجوجت في ظروف مرضية حسب روادها، وذلك بعد اكتمال تسجيل أول دفعة للدراسة بها. تعنى هذه الجامعة الوليدة بتدريس علوم الشريعة واللغة العربية وتخريج كفاءات علمية تتسم للموسوعية. المحورة الشنقيطية الكبرى بمدينة يكجوجت بعد أشهر من انطلاق الدراسة فيها، حيث يتلقى نحو 200 طالب من حاملة الباكالوريا مجازين في القرآن الكريم بروايتي ورش وقالون الدروس والمحاضرات بطريقة منتظمة وفق منهج يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وعن طريق طاقم إداري وتربوي تم انتقاؤه لتحقيق أهداف هذه الجامعة التي تمثل إحدى الثمار اليانعة للتعاون المثمر بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مؤسسة
جامعية للتعليم العالي ولها خصوصية، وهي الحفاظ على والتركيز على 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 تحفيظ المتون لطلابها، لأن طلاب هذه المؤسسة سيتخرجون علماء. تم كذلك إعداد مناهج دراسية وفق خصوصية هذه المؤسسة. هي طبعا الجامعة على كل حال مؤسسة ناشئة، ما زالت يعني في طور النشأة، وهم هناك الكثير من الأمور اللي ما زالت يعني بحاجة لها، وأولها يعني اكتتاب دائم للطواقم التربوية للمؤسسة. تدرس المحضرة أمهات كتب العلوم الشرعية واللغوية إضافة إلى المعلوماتية لتمكين الطلاب من ناصية البحث، وذلك تبعا لمنهج يجمع بين الحفظ والفهم وباعتماد يحدث النظم المتبعة في الجامعات. تركز الجامعة على المتون المحضرية حفظا وشرحا، بالإضافة إلى الطرق الأكاديمية المعتمدة في نظام LMD في 6 سداسيات في مرحلة الليسانس و4 رباعيات في مرحلة الماستر، وفق طرق التقويم الأكاديمي المعتمد في مجال الأرصدة والضوارب والتجاوز والرسوب وغير ذلك من مصطلحات النظام التعليمي العالمي لنفو سيستم. وتوفر الجامعة لطلابها خدمة النقل من وإلى الجامعة ومطعمها الذي يقدم لهم الوجبات الأساسية. تقريبا عند 10 متون محضرية يفترض حفظها وفهمها في آن واحد متراكم نظرا لكثرة المواد، وبالتالي الطالب يجد صعوبة كبيرة في المنهج الدراسي في هذه المحاضرة. دم وجود سكن ملائم للطلاب. يوجد في هذه المؤسسة فقط حافلتين هما لا تكفي الطلاب. وتواصل المؤسسة عملها الإداري والتربوي في مبانيها المؤقتة المجهزة بأحدث المعدات اللازمة، في انتظار تشييد مركب جامعي متكامل يلبي طموحات روادها. للموريتانية أحمد معلوم محمد، أكشوشت. نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل مساء أمس حفل إفطاره السنوي تخليدا لذكرى غزوة بدر الكبرى، التي تعتبر حدثا عظيما في تاريخ الأمة الإسلامية عموما، نظرا لما حملته من دلالات وعبر تتطلب من عامة المسلمين تدبرها وإعطائها ما تستحق. وقد حضر الحفل إضافة لقيادة الحزب وأطره ومناضليه طيف كبير ضم مختلف الشخصيات السياسية والإعلامية والجمعوية وشخصيات وطنية. وقد شكلت هذه المناسبة فرصة لرئيس الحزب تحدث فيها عن الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث، معربا في ذات السياق عن تقدير الحزب للحضور الكبير الذي لاقته دعوته والاستجابة لها، كما لم تخلو كلمته من الحديث عن الجو السياسي العام الذي يسود البلاد خلال هذه الفترة. رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل بيّن في كلمته أهم مرتكزات الحزب ونظرته الاستشرافية للمستقبل. أننا نعتبر أن محاربة الفساد في صدارة الضرورات المستعجلة، وهذا أمر لا نمل في تواصل من التأكيد عليه إدراكا لحجم الضرر الواقع بسببه، ولأنه يمثل نقطة ارتكاز أساسية في مسار إصلاحي شامل يحتاج شراكة الجميع ويتطلب صرامة تحارب الفساد كل الفساد بماضيه وحاضره، وتضع أسس حكامة رشيدة تستأصله وتمنع تشدده. رابعا، أن مجمل مؤشرات واقعنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي إذا أضيفت إلى الأحداث المتلاحقة في الإقليم تطورات الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي في المنطقة تؤكد من جديد أن المخرج الوحيد من المأزق يبقى في تعزيز الجبهة الداخلية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حوار وطني شامل لا يستثني موضوعا ولا طرفا، حتى يفضي إلى تحول توافقي يعزز المكتسبات ويصحح الاختلالات ويضع أسس شراكة وطنية حقيقية ينعم فيها الكل بما أنعم الله به على هذا البلد من خيرات وبما حباه به من ميزات تؤهله لنهضة شاملة ووحدة وطنية صلبة وعدالة اجتماعية حقيقية. عناصر النشرة اكتملت، لم يبقى لنا إلا التذكير بأبرز ما جاء فيها.
رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد 2019-2020. الوزير الأول يزور قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والصناعة التقليدية ويحث على تقريب وتسهيل الخدمات من المواطنين. وزير التشغيل والشباب والرياضة يشرف على انطلاق مشروع السماح للوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافة. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يمكنكم أيضا متابعة بثنا الإذاعي في نواكشوط عبر الموجة الترددية 101.9 FM. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.